السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من سوبر نينو. لو أول مرة تشوفوني ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من وصفاتي. زي ما اتفقنا، سوبر نينو تدبير توفير سهولة. النهاردة هنعمل مع بعض أكلة تحفة قوي هتعجبكم، وانتوا هتحبوها قوي قوي وهتدعولي لما تجربوها. يلا بينا على الفيديو عشان نشوف ايه الأكلة بتاعت النهاردة اللي هنحضرها سوا مع بعض. هنعمل النهاردة البيض الاسباني. في ناس كتير ما بتعرفوش وتحب تشتريه من برة عشان ما بتعرفش يتعمل ازاي. هنعمله بحاجات سهلة قوي كلها متوفرة في البيت زي ما احنا متعودين. زي ما انتوا شايفين كده عندي زيتون، الكمية اللي انتوا عايزاها، فلفل للناس اللي بتحب الحاجة سبايسي، عايزة تستغني عن الفلفل مفيش مشكلة. عندي هنا دي بصلاية مقطعاها كده صغير بالشكل ده كده شرايح صغيرة، طماطم مقطعاها صغير. يلا بينا نشوف هنعملها مع بعض ازاي. في طاسه على النار هحط كده معلقتين كبار من الزيت بالشكل ده كده، واسيبه ان هو يسخن معايا. زي ما انتوا شايفين كده الزيت بقى قدح معايا او سخن معايا. هنزل بالحاجات بتاعتنا اللي عندي كلها كده مره واحده اهو كده، البصل مع الطماطم مع الزيتون مع الفلفل بالشكل ده كده. بقى انا حطيتهم عندي بالشكل ده، اقلب فيهم كده عشان ادخل كله في بعض كده. الوجبه دي خفيفه قوي، تنفع معاكي فطار غدا عشاء، حاجه تحفه بجد وطعمها حكايه. طبعا الناس اللي عارفه البيض الاسباني بيعشقوه قد ايه، بتجيبيه من بره مكلف وقد ايه تعمليه في البيت مش هيكلفك حاجه وبحاجات بسيطه خالص. هبدا اقلب فيه كده بس لحد لما يبدا يدبل معايا، بس انا مش عايزه ادبل الحاجات قوي يعني، انا عايزاها بس تشد معايا كده على النار. زي ما انتوا شايفين بصوا شكله اصلا يفتح النفس، ولسه ما حطش عليه البيض كمان ولا البهارات، حاجه حكايه. والريحه روعه، والزيتون كمان مدي ريحه حلوه قوي وبيدي مزازه حلوه قوي في البيت ده. بصوا كده اهو، كل ده انا حطاه على اصغر عين عندي، العين الصغيرة، وشغالة عليها. الوجبة دي هتجربوها مفيش غنى عنها، هتعتمدوها على طول. زي ما انتوا شايفين عندي هنا ثلاث بيضات، هبدا ان انا اربهم بالشكل ده مع بعض كده. عايزه تكتري عشان عدد افراد اسرتك اكتر، تقللي زي ما انت حابه. انا هنا هعمل ثلاث بيضات، بربهم كده كويس مع بعض بالشكل ده كده اهو. كده انا دبت البيض بقى على الخليط اللي عملناه، وابدا ان انا اقلب فيه. احط بقى البهارات بتاعتي، ملح وفلفل اسود. طبعا عايزه تزودي اي بهارات، ليكي الحريه الاختيار. زي ما انتوا شايفين اهو ده شكله، بقلب بقى فيه كده اهو. ايدك فيه بقى ما تسيبهوش كده. طبعا لو عندك تفال، طاسه تفال، اعمليه فيها مش هيلزق معاكي كده اهو كده بالشكل ده. افضل اقلب فيه لحد ما البيض اللي عندي يستوى خالص، الاقيه نشف معايا كده واستوى، يشرب كل السوائل اللي عندي بالشكل ده كده اهو. ولا اسرع ولا اسهل من كده. تعمليها سندوتشات للعشاء او الفطار تحفه يعني. زي ما انتوا شايفين بقى ده شكله كده اهو، بصوا نشف معايا، شرب السوائل اللي فيه كلها. اطفي عليه بقى وابدا ان انا اغرفه. زي ما انتوا شايفين بقى ده شكل البيض بتاعي بعد ما استوى. عايزه اقول لك الريحه اصلا يعني تخليكي تجوعي. ده كان فيديو النهارده، يا رب اكون قدرت افيدكم. ولو عجبكم الفيديو استنوني في فيديو جديد، وما تنسوش تقولي رايكم في الكومنتات لما تجربوه، تقولوا لي ايه رايكم. ولو عوزتوا اي وصفه تقولي في الكومنتات عشان نحضرها مع بعض.